الصيف نسوي الورق العنب، البامية، التشيش، دبس البندورة، دبس الفليفلة. طبعا هذا كليات ندخره مشان فصل الشتاء. في الشتاء شوي بارتفاع أسعار، وأحيانا تكون الدنيا برد ومطر، بس لاحظنا شوي اليوم لاحظنا أنه ارتفاع بالأسعار، مع أنه بفصل الصيف وإحنا كل عاداتنا أنه بفصل الصيف ترخص الخضرة، بس شنو سبب الارتفاع ما حد يدري. الاسعار بالنار، من البطاطا للباذنجان لكل الخضار، والله ما حطينا مونه شيء خالص. كل ما نجي نحط مونه الاسعار بالنار. منين الواحد يا ابني ما عنده شيء منين الواحد يحط؟ صح ولا لا؟ الاسعار بالنار من اخوي، اقسم بالله العظيم الشعب فاطس.